من الواضح أن الأحداث اللي عم يشهدها لبنان اليوم وخاصة جنوب لبنان بتدل أنه نحن على حافة اندلاع حرب جدية وشاملة ما بين حزب الله من ناحية وإسرائيل من ناحية. بطبيعة الحال اللي صار اليوم من إرسال رسائل وتواصل مع سكان مدنيين بجنوب لبنان وتحذيرهم من الضربات الإسرائيلية القادمة عليهم بيدل أنه نحن فتنا بمرحلة فينا نقول شبه خطرة بشكل كتير كبير، وفينا نقول كمان أنه إسرائيل واعية تماماً لموضوع القانون الدولي وبتعرف أنه حسب اتفاقيات جنيف تبع القانون الدولي الإنساني والبروتوكولات المكملة لاتفاقية جنيف تبع سنة 1977 بيعطوا إمكانية لاستهداف المدنيين إذا كانوا بأبنية تستعمل لأغراض عسكرية، ولكن على شرط إخطار وإبلاغ هودي المدنيين. بالحاش بالحاش يا إزلال ممكن نوصل للضاحية الجنوبية لبيروت وحتى البقاع، وخاصة بالأماكن اللي فيها المصالح العسكرية وشبه العسكرية لحزب الله، طالما إسرائيل بعدها بمكان معين عم تطلب من حزب الله مغادرة الجنوب ومغادرة جنوب نهر الليطاني، وحزب الله إلى الساعة يقامر بمستقبل اللبنانيين بعدم مغادرة هذه المنطقة وبيدفع المنطقة ولبنان إلى المجهول. يا الله أكبر.